لقاء مع النائبة السابقة الدكتورة غنوة جلول من معهد تورتش. معنا أعزائنا عند الدكتورة غنوة جلول رئيسة مجلس إدارة تورتش. دكتورة غنوة مرحبا. أهلين. بدنا نبلش معك من خبرتك كنائب البرلمان اللبناني سابقا بالتسعينات. حضرتك معروف انك وضعت الاسس للنظام الرقمي في لبنان. من هذا المنظار كيف بتشوفي تعميم مصرف لبنان 331؟ انطلقنا طبعا بال 2002 كان تاسيس لجنه تكنولوجيا المعلومات النيابيه اللي حبينا من خلالها انه تكون مؤسسه رسميه ويمكن الوحيده الاوفيشال بلبنان اللي بتهتم بالمعلوماتيه، وفعلا وضعنا أسس لقانون شامل كامل إذا بدك يتماشى مع القوانين الدولية الموجودة وبغطي كل نواحي، بيعطي البنية التحتية لاقتصاد المعرفي في لبنان، وبيشمل طبعا الحكومة الإلكترونية، المعاملات الإلكترونية وكل ما يتعلق بهالمجال. للأسف لم يتح له أنه يخرج من مجلس النواب لحد ما وصلنا لتعميم مصرف لبنان 331، ومنعتبر انه اللي وضعه استاذ رياض سلامي حاكم المصرف حط بهالقانون كمان رؤيه مهمه للبنان بنحييه عليها، لانه شاف انه في ضروره لاطلاق هالاقتصاد انه يكون ينوجد له الدعم المالي اللازم من خلال قطاع يعني عريق في لبنان وهو القطاع المصرفي. اليوم 331 أهميته أنه عم يلزم القطاع المصرفي واللي عم بيعملها كمان نعتبره بمحبة أنه يستثمر بقناعة، مش بس بمحبة، بقناعة، وبيستثمر باقتصاد المعرفة المبني على تقنية المعلومات. ونحن اليوم أهمية هالموضوع الاستثمار أنه يستثمر أساساً في العنصر البشري والمقدرة البشرية، لأنه لما بنحكي عن اقتصاد المعرفة أو اقتصاد المعلوماتية هو شيء يعتمد الإنسان والعقل والتفكير والإبداع. وصحيح ما انطلقنا مثل ما يجب بالفترة الماضية، بس بعتبر هون في فرصة مع 331 حقيقية للبنان ليتميز بهالمجال. لأنه لبنان، نحن بنحكي طبعا عن لبنان وبنحبه كتير، بس كمان في اللبناني. اللبناني شخص كتير مهم، شخص رائد، شخص مبدع، متعلم، راقي، ومن هون أهمية 331 أنه أعطته الدعم اللازم، حط البنية التحتية المالية اللي هي ضرورية لإطلاق أي مشروع. تورتش تأسس تحت 331، واللي عمل انفستمنت فيه ليبانك، ليفون انفستمنت بانك، اللي منحييه كمان على جرأته وقناعته بالمشروع. مهمة التورتش هي تسريع نقل لبنان لاقتصاد المعرفة. كيف بدنا نسرع نقله؟ اليوم التورتش بده يقدم 240 منحة تدريبية لهالخريجين، وهون عم يجوا لعنا من كل لبنان ومن كل الجامعات اللبنانية. وبالتالي نحن بالتورش عم يعمل نقطة انطلاق لا يدعم الشباب اللبناني مثل ما قلنا بمهارات متميزة بفترة قصيرة ويقدر يطلعون. هون كل شاب وصبية بيطلعوا بمشروع أو مجموعة شباب وصبية حيقدر كل واحد منهم أول شيء بطل يهاجر من لبنان ويفكر صح. إنه يستقر لبنان. تاني شغلة، كل شخص أو كل شركة تنشأ على القليلة حتوظف 4-5 معها، ففي مجال لخلق فرص العمل. وهيدي مثل ما بيقولوا بيكون لما مثل ما نكب نقطة مي وتبلش ريبل إفكت بالضبط، تعمل هالريبلينج حواليها، فبتصور هولي لما هني ينتعش وضعهم اقتصاديا حينعشوا اللي حواليهم. فاليوم نحن والتسريع لأنه نحن عم نبني خبرات مينيموم على الأقل بدها سنتين بالحياة العملية، إذا بنيت عم نبنيها ببرنامج مكثف بمدة 14 أسبوع. لما تقولي حضرتك يتخرجوا، يعني يتخرجوا من تورش، تقصدي أنه بيتخرجوا بتواكبون؟ يعني إذا أخذنا مثلا، ما عم بحكي على الصعيد الفردي، عم بحكي على صعيد تنقول مثلا شركة ستارت أب إجت عملت دورة عندكم، لما تقولي يتخرجوا بتواكبون بعد ما يخلصوا من ناحية البزنس بلانز والبزنس أو الماركت أبروتش اللي عم تقوليها حضرتك؟ نحن بنعتبر كلمة تخرج عنا إياها بتجي على مراحل. أول فيز من التخرج اللي هن الـ 14 أسبوع بيكونوا اكتسبوا كل المهارات اللي بنعتبر إنه لازم يكتسبوها
تيقدروا يقطعوا على مرحلة الأعمال. المرحلة الثانية بيكون تأسيس الشركة للمجموعة اللي بتحب تفوت بريادة الأعمال. لما نأسس الشركة بنكون كمان عم نساعدهم بالبزنس بلانينج طبعاً، بالبيتشينج، كيف هاو تو بريزنت، كيف بدو يقدموها، كيف بدو يسوقوها، بنحط لهم كل الخطط اللازمة وبنكونوا هن أصلاً أخذوا التدريب اللازم عليها. بيتخرجوا بمرحلة تانية. هلا أول ما تأسس الشركة بيكون مثل ما بيقولوا عظمة ضعيف وصغيرة، حنعمل لها انكيوبيشن عنا بالتوش لفترة زمنية معينة لبين ما يجي الفندر وتاخد هالفند وتقوى الشركة. ساعتها بتتخرج من نحن اكسلريتر وبعدين فيس تو منصير انكيوبيتر للناس اللي بيشتغلوا معنا وبيتعاون بمدربهم عنا، كمان بيتخرجوا ليصير عندهم شركة مستقلة وهن بتجمعوا ما بين يوقفوا عجرين. يعني فينا نقول انه كمان داخل توتش بتجمع ما بين الفنتشر كابيتال والستارت اب اللي عم يتخرج. صحيح، بنعمل مثل اذا بدك كونكشن بنربطهم. يعني نحن عم نقدم للي بيتدرب عن طريقنا كل خبرتنا وعلاقاتنا، وهذا اهم شيء بيحتاجه الانسان. يعني بدي اقول في احد الشباب كان عم يحكي انه نحن ما بنقدر، بتعرف هيدي يعني موجوده انه نحن ما في حدا ما عندنا واسطه. قلت له اليوم لا، عندك واسطه، نحن واسطتك، تورش واسطتك، لانه نحن العلاقاتنا وخبرتنا اللي بنيناها على مدى السنين واللي عم نحطها زخم بالتورش هي واسطه وهي الكونكشن، وهيدي اهم شيء بتعرف بقطاع الاعمال انت تنجح وتنطلق. بالمشروع الثاني ما عم ننسى الخبراء، يعني نحن بنعتبر انه في خبره كثير مهمه بيكتسبها الإنسان نتيجة عمل بحقل معين. هذا الإنسان اللي عنده خبرة وعنده فكرة، يعني بيوصل واحد لمرحلة بيقول أنا ليه ما بعمل شيء أو باله يعمل شيء، فإذا عنده فكرة بندرسها كمان بنقعد نحن وياه ونتعاون معه ليأسس مشروعه ومنساعده بكل الأعمال. نحن كل شيء بنعمله بالفوكس تبعه الأساس تبعه المعلوماتية، يعني إذا بده برامج معينة أشياء مبنية لازم تكون على قطاع المعلوماتية، نتعاون نحن وياه وممكن كمان من هالعلاقة ينشأ شركة جديدة وستارت أب. وهذا البرنامج بنسميه البي بلاتفورم، بي فور بزنس، يعني منصة الأعمال. هلأ في مجموعة ثالثة بنقول كمان بدنا نساعدهم أو نتعاون نحن وياهم، يعني هن المؤسسات. يعني في كمان كل المؤسسة من أي قطاع اجيت بتحتاج لبرامج معلوماتية أو لخبرة تشتغل عندها أو موظفين عندها. هون نحن عملنا شيء اسمه تريننج هاب، يعني مركز التدريب اللي حينعرض فيه برامج تدريبية للمؤسسات. يعني حيكون عنا المعلوماتية والمصارف لمواضيع بتهم القطاع المصرفي وبتساعده أو بتضيف لشغله، حيكون عنا أشياء العلاقة بالسيكوريتي، حيكون عنا أشياء العلاقة بالقضاء، بس كله بيتحوكم حول كيف هل IT information technology فيها تساعد بهالدومين وتنهض فيه. برنامج الرابع اللي طبعا مهم يلي هو الجامعات. أول شيء الجامعات نحنا بدنا نتحالف معها بأكثر من طريقة. أول طريقة أنه نتحالف مع أنه نستقطب الخريجين إذا بالكمبيوتر ساينس للتور أو حتى بأي مجال تاني، يمكن بالزراعة، يمكن بالصناعة، يمكن بالاقتصاد، عندهم أفكار ريادية نحن مستعدين نستقبلهم، نتعاون معهم، ننطلق نحن وياهم بمشاريع جديدة. فحيكون في عنا تحالف مع الجامعات، وبيسعدني أقول أنه مضينا أول تحالف مع الجامعة الأمريكية ببيروت والباقيين على الطريق، فإيدنا كمان ممدودة حتى لأساتذة الجامعات، لأنه نحن عنا كمان أساتذة عندها أبحاث قيمة وممكن تفكر أنه هالأبحاث اللي هي عاملتها أنها تكون تتحول لمشاريع كمان مميزة بمجال المعلوماتية. My name is Nicholas Farah. أنا تخرجت من 3 سنين وكنت عم اشتغل in the field of IT. I joined Torch من جمعتين لأنه عرفت أنه تورش حيساعدني أوصل اللي أنا بدي إياه، هو يكون عندي أيديا أقدر أوصل فيها لكل العالم، وأنا حديت هلأ عم بستفيد منه بشكل كتير كبير. فتت بأندرويد فعم بتعلم أندرويد، تعلمته بجمعتين قبل ما كنت أخده أبداً، وغير أندرويد كمان عم نتعلم how to do project management how to develop good idea حتوصل لمحلات كتير بعيدة. So this program كتير فادني لحديت هلأ وعم بيساعدني أنه أنا أطور فكرتي وأوصل فيها لمحلات بعيدة.
اسمي لارا فوز، بعدني طالبة بالجامعة، هيدا الفصل بتخرج. السبب انه جينا لهون على تورتش هو انه بهيدا الدومين كان بدنا اكسبيرينس معينة واللي هي ما بنقدر ناخدها بالجامعة، ونتيجة هو اللي موجودة بين المنهج المنهج الأكاديمي بالجامعات وبين سوق العمل الفعلي بحاجة لإكسبيرينس معينة اللي هي تنقلنا من هيدا المطرح على هيدا المطرح. هيدا الشيء اللي بدنا ناخده بتورتش، وهيدا الشيء اللي تورتش عم تأملنا إياه. كمان عم نشتغل على بروجيات، وهيدول البروجيات كمان بدنا مطرح تيقدر يوثق بأفكارنا ويوثق بقدراتنا ويوثق بالبروجيات اللي نحنا بدنا نعملها، وبيأملنا هيدا البلاتفورم اللي نقدر ننطلق منه. أنا مأمون قبطان، أنا تخرجت هديك السنة من جامعة بيروت العربية كمبيوتر إنجينيرينج. مثل ما بتعرفوا بلبنان في عنا جاب كتير كبيرة اللي هي الإكسبرينس، فصرت فتش دايماً على أوبرتونيتي حتى لقي أشتغل هون بلبنان. بس مثل ما بتعرفوا إنه كتير صعب إنه واحد يشتغل هون بلبنان، فاضطريت أشتغل شيء بعيد شوي عن الإنجينيرينج، عن الشيء اللي درسته. بس بعد فترة حسيت حالي إنه عم ببعد شوي شوي عن الميجر تاعي. لحسن الحظ إنه عرفت بتورتش، عرفت شو هي تورتش بالضبط شو هي، وعرفت انه هي اللي هتأمل الاكسبيرينس اللي هي عندي اياها جاب لحتى اقدر اشتغل وفوت على سوق العمل.